قميص نوم لسه جديد لانج بشوك وما حطيتوش على جتتي. يا ماما انت عايزه تعملي لي ازمه، ازاي ابات هنا؟ انت لسه عندك امل ان جوزك هيجي ياخدك؟ دي الساعه قربت على واحده. يا ماما ارجوكي ما تزوديش همي، انا مش قادره اصدق اللي حصل، مش قادره اصدق ابدا ان ممدوح يعمل كده. يا بنتي الراجل اكره ما عليه ان ست تتحكم فيه. انت لسه بتدافع عنه؟ كنت عايزاني اعمل ايه؟ ده انا سمعت بوداني ما حدش قال لي. ازاي اسكت وانا عارفه ان جوزي رايح يقابل واحده ست تانية؟ يا بنتي جوزك له مصالح مع ناس كتير، ليه تشك فيه وتعذبي نفسك وتخسريه؟ مش جايز معاك شغل. كان يقول يدافع عن نفسه زي ما انت بتدافعي عنه دلوقتي. كنت هتصدقيه؟ ما كانش مهم عنده ان اصدقه، كان المهم انه يخرج ويلحق معاده ويا ريته سابني، لكن ده قال لي اتفضلي معايا. وطبعا طول السكه ما بطلتوش خناق. يا ريتني كنت بتخانق، كان يبقى له عذر في اللي عمله، لكن ده انا اول ما ركبت العربيه حسيت اني غلطت طول السكه وهو ساكت، وانا عماله اكلمه وحايله واعتذر له واحاول اضحكه، ضحك وراق ضحك ضحكه صافيه وقلبه نامي على الغدر، جابني لحد هنا وقال لي 5 دقايق ورجعلك. الغايب حجته معاه؟ ما هي معاه. بابا رجع. بابا عارف اني بحب اذاكر على صوت الكاسات، اتعودت على كده، لما بطفي بقفل ونقفل انتوا مش حاجات. ايوه انا ما قلتش حاجه، بس اصل النهارده راجع مع ابني. نعم الست هاني خرج معايا وما رجعش بيه. ليه؟ قبل ما يخرجوا اتخانقوا سوا. لا هو سعيد ولا هي سعيد، ده ذنب مامي الله يرحمها. ذنب مامتك؟ لو ما كانتش عملت العمليه وعاشت ما كانش اتجوز امان. بابي غلط مرتين بس برضو صعبان علي. انت مجنونه ازاي تنزلي في ساعه زي دي؟ يا ماما من فضلك سيبيني انزل، ما انا لو ما نزلتش دلوقتي هتجنن فعلا، ازاي بس هقدر ابات بعيد عن هشام؟ كلها كام ساعه وهشام يصحى ويروح المدرسه. يا ماما انا اللي بصحيه وبلبسه وبفطره وبوصله لحد الباب، ذنبه ايه هشام؟ لو صحي ما لقانيش هيتخض قوي يا حبيبي، ده روحه فيا وروحي فيه. ما هو انت لو قلتي عقلك وخرجتي دلوقتي جوزك هيطلع روحك، وعنده حق. ازاي ست تخرج لوحدها في ساعه زي دي؟ لسه بتقولي عنده حق؟ لو كان هو غلط احنا ما نغلطش، خلي الغلط عليه عشان لما تيجي تكلميه يبقى عندك حق. اخذي الشيطان يا بنتي وخشي نامي، ربنا يهديكي، الصباح رباح والنهار له عينين. يا بنتي مش عشان ليله تضيعي سنين فاتت وسنين جايه. إذا كان على هشام قولي له إن أنا كنت تعبانة واضطريت تباتي معاي، وإذا كان على جوزك يبقى فيه كلام تاني. صباح الخير يا عزيز. صباح النور، شغلتيني عليكي. قولي هشام عمل إيه لما صباح ما لقانيش؟ اتخض يا روح أمه، لكن البيت طمنه. طمنه قال له ايه؟ قال له ان حضرتك بتش عند والدتك علشان تعبانه شويه، وطمنه انك هتحصليهم على هناك. هناك فين؟ سافر على فين يا راضي؟ ما تعرفش؟ انا لو اعرف كنت قلت لك. ولا سكرتيرته تعرف؟ ولا سكرتيرته تعرف. انا اول ما كلمتيني في المصنع طلعت على مكتبه سالتها عنه، قالت لي جايز يكون في شركه ايامكم. يا سعدنا بهيامكم، من يومها ما شفناش يوم عيد. يعني ما حدش يعرف سافروا فين؟ طب اعمل ايه؟ هاسال مين؟ اهدي بالله يا امال، اهدي بالله. اهدى ازاي وانا في نار يا حبيبي يا ابني؟ يا خوفي لا يكون قلقان وملهوف عليا زي ما انا قلقانه وملهوف عليه. يكونوا سافروا البلد. لو راحوا البلد يبقى هرجعوا اخر النهار. هو النهارده ليها اخر؟
ازاي طلعت عن فكرنا؟ ايه؟ هيامكو. تاني هيامكو؟ معلش اتلخبط، انا اقصد هيام، هي دي اللي عارفه البير وغطاه. بتساليني انا؟ طب وانا هعرف منين؟ حتى لو ما عرفتيش منه هتعرفي من خالتك امينه هان. انا مش فاهمه انت ليه عاملاها حكايه وماساه، ما حصلش حاجه تستاهل ده كله. عن اذنك هشوف طلبات المدام واجيلك حالا. ايه ده يا مدام، انت هتفصليني؟ ده انا علشان كسبت زبونه مستعده تدفعلي لطلب وزياده شويه عشان اديها اللي هي عايزاه. اصلها عارفاني من زمان، كلامي بالنسبه لها ما فيهوش اي فصال. اتفضلي ادفعي هناك. ميرسي. انا اسفه يا اماد. يا خبر، انت لسه واقفه؟ اتفضلي اقعدي. انا مش فاهمه انت ليه مذنبه نفسك، الموضوع ما يستحقش ده كله. جايز بالنسبه لك، لكن بالنسبه لي انا يستحق قوي. ده ابني، فاهمه يعني ايه؟ ارجوك يا هيام، ارجوك تقولي لي هم راحوا فين. انا لو منك ابقى مبسوطه، مش منهاره بالشكل ده. مبسوطه ازاي وانا معرفش ابني راح فين ولا سافروا فين؟ اهدي بس يا امال واسمعني. لو زوجها حصل بينها وبين زوجها خلاف وحب الزوج يبعد لحد الامور ما تهدى، يبقى ناوي خير مش ناوي شر. يبعد زي ما هو عايز، لكن يبعد لوحده. حتى لو عايز ينتقم ينتقم مني انا، انا عشان ابني ممكن اصبر واستحمل، لكن لو خد ابني مني هصبر وهستحمل ازاي؟ ومين جاب سيره الانتقام؟ هو انت غلطتي فيه لدرجه انه ينتقم منك؟ لا، اللي حصل اني ما علينا، انا ما يهمنيش اعرف اللي حصل. اي راجل متحضر بيلاقي الامور متأزمة في بيته يحاول يبعد عن البيت كام يوم. لو سافر لوحده ممكن الزوج عقلها يودي ويجي. يا ترى سافر ليه ومع مين؟ لكن ده سافر مع ابنه، مش ابنه بس، ابنه وبقيه العيله. طبعا منتهى البراءه وحسن النيه، عايز يريحك من عذاب الشك والحيره، عايز يثبت لك انه حتى نبعد هيبعد في نطاق الاسره ويرجع لك هادي وناسي بعد اسبوع. اظن ده شيء يساعدك مش يضايقك. بعد اسبوع؟ يعني انت عارفه هيرجعوا امتى؟ انا قلت له انك عند مامتك. المهم انه اتصل، قال لك هما فين وجايين امتى بالظبط. هو البيه اللي سال عنك، بس انا ما قدرتش اساله بقى هو بيتكلم منين. هو من نفسه اللي قال لي انهم جايين يوم الجمعه اللي جاي. يعني لسه فاضل خمس ايام. ممدوح بيه في اسكندريه. طب ما قالش نازل في انهي لوكان ده؟ وهيقول لي ليه؟ كفايه انه يعرف الاخبار واديني التعليمات بالتليفون. من فضلك لو اتصل تاني خدي مني نمر التليفون. واخدها اعمل بيها ايه؟ الباشمهندس كمال بداله له مطلق التصرف في اي مشكله لحد ما ممدوح بيرجع بالسلامه. يا ست الباشمهندس كمال على عيني وعلى راسي من فوق، بس ده ما يمنعش انك تساليه عن نمر تليفونه. متهيألي ده شيء طبيعي باعتبارك السكرتيره بتاعته. بس اللي مش طبيعي انك كل يوم تيجي لي هنا مره او اتنين وتسال ممدوح بيه فين، ممدوح بيه جاي امتى، نمر تليفونه كام. ممكن افهم ليه الموضوع المهم العاجل الخطير اللي عايز تبلغه له ده بدون تاخير. وحضرتك بتسألي ليه؟ عندك حق، سحبت السؤال. أنا اللي هسألك عايزه ليه؟ ولا هسأله نمرة تليفونه كام؟ زي ما جابها لحد هنا يجي ياخدها من هنا. قلبك أبيض يا سنعيمة. قلبي أبيض شيء وكرامة بنتي شيء تاني. طب وليه تعرضي كرامة بنتك لامتحان؟ افرض إنه رجع من اسكندرية وما سألش، يبقى الوضع إيه؟ هتقعد هنا على طول؟ دي هتتجنن عشان تشوفي ابنها. انا بقول يا امال احسن لك ترجعي بيتك قبل ما هم يرجعوا، وخليها بجميله وعفى الله عما سلف، وكده بقى يبقى موقفك اقوى. لانه لو رجع وناوي على خير يبقى زاد الخير خيرين، ولو ناوي على العند هيتكسف لما لقيكي سامحتي ونسيتي. انا لا نسيت ولا سمحت. انت كلك قلب وقلبك كله حب، والقلب اللي بيحب بيسامح وينسى. ولو كنت لسه زعلانة من جوزك فكري بفرحة هشام لما يرجع بيته ويلاقي نفسه في حضن أمه، هيحس بالأمان والسعادة. هشومة وحشني، وحشني قوي قوي حبيبي. وحشني قوي قوي يا ماما. ليه ما جيتيش؟ ليه سبتيني لوحدي؟ عشان تيتا؟ أيوة حبيبي عشان تيتا. هو أنا لو عييت هتسافر وتسيبني لوحدي؟ لا يا ماما، انا كمان ما اقدرش اسافر واسيب مامتي وهي عيانه. كويس انك افتكرت ان ليكي ابن تاني. مين؟
أنا لما رجعت ولقيتك كبرتي في نظري، خليتيني أحس إني صغير وعايل كمان. عايل وغلط، ممكن تسامحيني؟ وريني ده يا شوق. لا ده لازم يروح التنتروريه. حاضر، يروح للي قلت عليه. طب انا قلت ايه؟ قلت حاضر وخلاص يا عم. تحب اودولك دلوقتي؟ الله، مالك، ما كنا راجعين مبسوطين. كنتوا مستعجلين على الرجوع ليه؟ قد احنا رجعنا ولناها سبقان. طيب يا بنت نعيمه، ما جالكيش صبر لما جوزك يصالحك ويروح يجيبك؟ اللي زيك تبقى امططيه وغلبانه وخاضعه، لكن لا، دي جت برجليها ومنفوخه على الاخر. شوف العجب، بتكلمنا من تحت الدرس وتسلم علينا بطرف سباحه. المهم انها رجعت وخلاص. ممدوح مش فاضي للمشاكل. ايه مالك انت روح؟ متضايقه، يا ريتنا ما رجعنا. ما وحشكيش البيت؟ لا ما وحشنيش، دمه تقيل وبيخلينا دمنا تقيل زيه. عاوزه تعيشي في اوتيل طول حياتك؟ يا ريت. طول ما احنا في الاوتيل كنا مع بعض، كان في جو حلو بينا، كل حاجه بناخدها ببساطه ومرح. حتى هشام الدلوع لما رجله وجعته ما اشتكاش، ما عيطش، خد المساله ببساطه وبقى يجري ويلعب ويضحك معايا. انا حتى لما كنت بساله الوجع راح ولا لسه، يضحك ويقول لي فكرتيه. يمكن لو كنا هنا ما كنت سالت ولا اهتميت، لكن هناك كنت حاسه اني اخته. ايه يا حبيبي، انت لسه نايم ولا ايه؟ مالك نازل تاتا تاتا كده؟ اصل خلاص عقلت وبطلت شقاوة كده اهو. طب يا سيدي الف مبروك، بعد كده لما هتتشقى وشقاوة هتزيد هبعتك بعثة اسكندرية. بس تبقي معايا. طبعا يا حبيبي هبقى معاك. خلاص نبتدي الشقاوة بقى عشان نسافر سوا. مالك حبيبي؟ رجلي كل ما ادوس عليها بتوجعني قوي. فين بتوجعك؟ فين كلها بتوجعني. امتى حسيت بالوجع؟ لما كنت في اسكندرية. وقعت عليها؟ لا. هشام اوعى يكون حد زقك وقعك وانت مش راضي تقولي. لا يا ماما، هي وجعتني لوحدها. بابا وداك لدكتور؟ لا، كانت بتوجعني شوية وبعدين تبقى كويس، ودلوقتي وجعتني تاني. متخافيش يا ماما، بعد شوية هبقى زي البوم، خلاص الوجع راح. تحب اوريكي اخد لك السلام دي كلها في نطه واحده؟ هنا حاسس بوجع اكتر؟ وهنا؟ وهنا اكتر. وهنا برضو؟ وهنا برضو اكتر. هو انت عندك كل حاجه اكتر اكتر، ما عندكش حاجه اقل؟ دلوقتي اقل. عشان سبت رجلك. اكونش انا السبب؟ انت السبب، كل ما تدوس عليها بتوجعني اكتر. طب انا مش حالي مست رجلك، قوم امشي قصادي بقى. ليه يا واد انت بطل لماضه؟ هو انت الدكتور ولا انا الدكتور؟ انا مش عايز دكتور، انا كويس. انت مش عايز دكتور، انت عايز قراداتي. طب يلا يلا فرجنا على عجين الفلاحه. يلا يابا يابا على الفلاحه، يابا يابا على الفلاحه، ومشيه الفلاحه، يابا يابا على الفلاح. عظيم، فرجني بقى كده مشيه هشام. شفت بقى يا انكل، اهو دلوقتي انا بقيت كويس. قول لماما بقى توديني النادي، بكره عندي ماتش كوره، وكمان علاء وحشني. مش تحليلي بقى الاول ولا هقول لها كده ببلاش؟ ما تاخذنيش يا دكتور، انا اصلي متلخبطه خالص في حكايه رجله دي. لحظه واحده، استني حضرتك، انا شايف قلب الشوكولاته هناك، ما تديني واحده يا بخيل. دي اكبر واحده. الله، تعالى جنبي بقى. ده انت على كده بقى بتحبني قوي قوي يا عمري. طب بتحبني انا اكتر
ولا الدكتور سامي اكتر؟ انت اكتر. ازاي بقى؟ الدكتور سامي يعرفك وانت لسه مولود، انا الدكتور الكبار العواجيز، هو دكتور الاطفال الحلوين. بس انا بقالي كتير ما رحتلوش. طب ده اسمه الكلام؟ ده انت وحشه جدا ودايما بيسالني عنك. ايه رايك تشوفه بكره؟ في ايه بس يا دكتور طمني. وبعدين بقى انا وهشام اصحاب وحبايب وبندردش سوا، مالكيش دعوه بينا بقى حضرتك. احنا مش اصحاب. قولها بقى على حكايه النادي. قول لي انت الاول، عملت ايه في اسكندريه؟ اتشقت شويه. وكانت نتيجه الشقاوه انك انت وقعت وقعه جامده على رجلك؟ انا ما وقعتش، يعني فجاه كده حسيت انها بتوجعك مش قادر تحطها على الارض. انا عايز اروح النادي واشوف علاء. انا مش عارفه اشكرك قد ايه على اهتمامك انت والدكتور صلاح. احنا اهل يا طنط، تفتكر ابن ممدوح يكون تعبان وما جيش بنفسي عشان اطمن عليه؟ كل ده كشف، تلاقيه عمال يتشاقى ومش مخليه يعرف يكشف عليه. الولا ما فيهوش حاجه، شويه دلع. لا يا شو، هشام شقي وبيدلع في حاجات كتير الا العيا ده، من كتر حبه في اللعب والتنطيط ما بيحبش يقول انه عيان. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا امير؟ اهلا يا ممدوح. صلاح فوق بيكشف على هشام. احنا متعبكم معانا. ما تقولش كده يا ممدوح، دي فرصه عشان نشوفكم. المهم ان هشام نطمن عليه وان شاء الله ما فيش حاجه. طب عن اذنكم لحظه اطلع اشوف ايه الحكايه. انا جايه معاك يا بابا. يا ابني يا حبيبي قول لي الحقيقه، انت بتزوغ بالاجابه ليه؟ في حد زقك وقعك؟ حد زي مين؟ عيل من العيال. انا ماليش اصحاب في اسكندريه. امال كنت بتخرج وتلعب مع مين؟ مع سوسن وشوق. طب قول ما تخافش، في حد منهم زقك وقعك؟ اتخلقت مع سوسن فزقتك وقعتك؟ لا. تصوروا، عايزه تتهمني ان انا السبب، انا اللي وقعت هشام وما كنتش انا تبقى شوق كده. ها طيب يا بنت نعيمة، بس رجع ابنك مش قادر يحط رجله على الارض وانت بتتفسح. ليك نفس تسهر؟ ليك نفس تقابل اللي بتقابلهم وتضحك معاهم وتكلمهم؟ انا مش هرد عليكي. هترد تقول ايه؟ انا مش هرد عليكي لاني كرهت حتى اتخانق واتصالح معاكي. انا عارفه كده من غير ما تقول، عارفه ان اللي بينا دب وانتهى من زمان. شايفه كده؟ اخيرا شفت ردك عليا. مش هيصدمني لان اللي بينا دب بالتدريج دب، وانا مش قادره اصدق ولا قادره اشك فيه. لو كنت اتغيرت فجاه كنت حاولت ادافع عن اللي بينا، كان يبقى في امل، لكن السكينه كانت سرقاني. في الاول كنت حبيبتك، وبعدين حبيبتك ومراتك، وبعدين مراتك وام ابنك، وفي الاخر ام ابنك وبس. واظن من حقي دلوقتي كأم لابنك اني اسالك وحاسبك لو اهملته ونسيته هو كمان. انت مش هتعلميني ازاي اكون اب وايه هي واجبات الابوه؟ انا عارفها كويس قبل ما اعرفك وقبل ما اخلف هشام. واضح انك عارفها كويس قوي بالنسبه لسوسن. انت عايزه ايه من سوسن؟ عايزه تلبسيها تهمه ان هي السبب في اللي حصل لابنك هشام؟ انا ما اعرفش مين السبب. يا ريت لساني كانت قطع، ما كنتش عملت اللي عملته بسبب سؤال سالته لك. عملت ايه؟ طردتني من البيت بالحيله، ودتني عند ماما وخدت هشام وسافرت، مشيتني ورجعتلي بالولد مش قادر يمشي على رجليه. يعني انا السبب؟ انت ما بتقدرش تمشي خالص بعد الشر. فلا الله ولا فلك يا علاء، ليه بتقول كده؟ انا متاسف يا طنط، انا ماليش دعوه، هشام هو اللي قال لي كده. انت قلت له كده يا هشام؟ قلت له كده ليه يا حبيبي؟ حاسس بايه؟ رجلك التانيه مالها؟ انا يا ماما كويس، حتى رجلي اللي بتوجعني دلوقتي ما بتوجعنيش. شوفي اوعى تتحرك من السرير. الدكتور صفوت قال ايه؟ دكتور صفوت، الدكتور صلاح، الدكتور سامي، انا زهقت بقى، عايزه اروح النادي والعب مع اصحابي. على عيني حبيبي رقدتك في السرير، بس لازم نسمع كلام الدكاتره. وعموما يا سيدي اصحابك كلهم وعلاء هيجولك على طول. هتبقى تيجي علاء؟
هاجي لك كل يوم يا هشام. لما تيجي مش هنقدر نلعب كره سوا ولا نجري زي الاول. انا جبت لك لعبه عشان نلعب بيها هنا. الله دي حلوه قوي. ماما روحي اندهي سوسن تيجي تشوفها. انا اسف مش فاضيه كده. طيب كتر خيرك يا سوسن. خيرك سابق يا اماش. عن اذنك يا عفاف انا مش قادره اسيب الولد لوحده. طب ما هو علاء معاه. ما حدش يستغنى عن امه، خلاها براحتها. كلك ذوق يا شو. بعد ما عندكم. وبعدين معاك يا شو. انا غلطت في كلمه ولا في اشاره؟ احنا بنتكلم كلام بينقط سكر. قالت لي كتر خيرك، قلت لها خيرك سابق. فايه دي؟ فيها ان اعصابي ما عادتش متحمله، كل واحد مش طايق التاني، لا الكبار ولا الصغيرين. انا ماليش دعوه بشام ده خالص خالص. ليه يا سوسن؟ ده مهما كان اخوكي والمفروض تبقي جنبه. ما هي كانت جنبه في اسكندريه، كانت واخده بالها منه اكتر من امه وابوه. واخر المتمه امه تتهمني انا وسوسن. قال ايه؟ حد فينا وقعه، زقه وجاب له الكافيه. ادي الحكايه. الحكايه دلوقتي ان كل واحد ماسك للتاني. كل اللي في البيت وحشين مع بعض، ما حدش مستحمل التاني، لا الاخت واخوها ولا الراجل ومراته ولا مراته واهله، كله شايل من بعضه. بس ده جو فظيع، ازاي ممدوح مستحمل الجو ده؟ ما هو كمان هربان من البيت على طول. طب والولد ذنبه ايه؟ ده مهما كان طفل صغير ومحكوم عليه برقدة السرير، محروم من الجري واللعب. ويا عالم هيفضل كده لحد امتى؟ المفروض كلكم تبقوا حواليه. اتفضل. الو. ايوه هي مش كويس. الاجتماع لسه ما خلصش. اهو عمال اكتشف في بلاوي متلتله. بعدين يا ايام، بعدين هبقى اشرح لك. يا استاذ سالم، وصلت ليه؟ انا وصلت الحقيقه مؤكده يا استاذ. في تلاعب حاصل، وللاسف كل ما الاقي خيط وامشي وراه ابص الاقي اهم مستندات مختفيه من الدوسيه. ازاي وفين مش عارف، ومين السبب؟ هو ده السؤال. انا السبب؟ الدوسيه ده مين المسؤول عنه؟ انا بس يا فندم. بس ايه؟ اوراق في منتهى الاهميه تختفي من دوسيه في عهدتي، يبقى مين المسؤول؟ مين السبب يا فندم؟ اي مستند مالي سواء كمبياله او عقود او مخالصه بياخد رقم مسلسل وبأيده في الدفتر، والدفتر قدام حضرتك. ما هو الشيء الغريب انه سقط سهوا اثبات الاوراق دي في الدفاتر. تقصد ايه حضرتك؟ انا ارفض حتى اكون موضع شك. العفو، انت دايما موضع ثقه. انا مخاصمه كده، وانا كمان مخاصمك. ومش هاخد الشوكولاته بتاعتك، ولا هفتح العلبه خالص، ولا هكلمك خالص خالص. وانا مش هشرب الشاي بتاعك، ومش هكلمك ولا كلمه. بس اوعى انت بقى تكلمني. وانا كمان مش هكلمك، عشان انا عيان بقالي كتير وانت ما جيتش تزورني ولا كلمتني في التليفون. لا بقى، ده انا اللي حق ازعل وما اكلمكش؟ المفروض تخلي بابا او ماما يدوني خبر. كنت اجي لك جري. ده انا اجي لك على عيني. انت عارف انا بحبك قد ايه. وانا كمان بحبك. نفسي اخف بقى، نفسي امشي واجري والعب الكوره واركب العجله. نفسي نتفسح سوا تاني يا عم راضي. تقدر تقعد في السرير ما تتحركش، وان اتحركت يزعقوا لك. قرب شوية. أيوه حبيبي. أنا أول ما الاقي نفسي لوحدي أقول فرصة وأخد بعضي وأنزل من السرير. لا يا هشام، لا كده بقى أنا خصمك وأزعل منك بجد. ما تزعلش، مش هنزل تاني. أنا أول ما بنزل من السرير ألاقي رجلي وجعتني قوي، من غير ما حد يزعقلي برجع السرير. أهلا ست نعيمة. اهلا بيك يا ابني. لا مؤاخذه اني قاعده في اوضتك. اصل اول ما شفت هشام راقد في السرير يا قلب امه ما قدرتش احوش الدموع. امال جابتني على هنا لحد ما اروق. وماله؟ انا بس راجع تعبان وعايز اغير هدومي وارتاح. انا قايمه يا ممدوح بيه، خد راحتك. ايه
شفت لوستا راضي؟ شفته في الشغل. تسألي ليه؟ لوستا راضي هنا في أوضة هشام. اهدى اهدى يا شو. كنت لسه بقول لها عمالة تحلو وتصغر. يكونش في عريس في السكة؟ أنا ما بفكرش في الجواز. جاني عرسان ورفض. مش كده يا عم؟ ياما يا شو ياما. عموما مصيري اعرف سر الحلاوه والقبهه اللي انت فيها اليومين دول. ما هو مفيش واحده تحلو وتنور بالشكل ده من غير سبب. هيكون ايه السبب؟ القلب ولا العين؟ انا مطلعه الشاي للجماعه اللي فوق. يلزم خدمه؟ شوف انت اللي هنا اهم. انا هطلع الشاي اللي فوق. هاتي يا طيبه قلبك يا شو. انت مش كنت حلفة ما تدخليش اوضه هشام؟ بس تعرفوا الولد صعبان عليا قوي. مسكين ده علاء من حبه فيه رافض يدخل النادي من غير هشام. نادي ايه بس؟ الحاله مش بسيطه ولا سهله زي ما كنا فاكرين. انا كنت خايفه يكون عنده شلل الاطفال. لا 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 لا، شلل الاطفال ما يجيش بعد سن 5 سنين. اميره بتتكلم كخبيره. من عشر الام. انا في النهايه هبقى دكتوره وانتي محاميه. ايه يا استاذ سالم، ما تقول لنا ايه رايك لفضه فوق؟ انا شخصيا ليا شويه تحفظات سبق ان انا قلت الممدوح عليها، ثم وضع ممدوح حاليا مرتبك. انا شايف انه يركز اكتر على مشاكل المصنع بدل ما يخش في مشروع لسه موضع دراسه او بحث. ماله المصنع؟ انا عايز افهم، هو هيفضل مقطوع له طول العمر مع اي واحد تاني غيره يديره يا سيدي؟ اخلي مسؤوليتك منه وريح دماغك. المصنع مديون للبنك ومش قادرين نسدد ديون الغزل. ازاي مصنع شغال يخسر؟ ازاي المصنع ابتدى يخسر من ساعه ما سابه الواحد اسمه كمال يديره يا توفيق بيه، لعب في البيع والشراء. اللي انا فهمته من العمال انه ورد لط بواقي خيوط طلع النسيج ملطش. طبعا كل العمال اللي احنا بنتعامل معاهم مفيش حد فيهم اشترى. وما اكتشفتش ده الا دلوقتي؟ لاني كنت ببص لكم الانتاج، وكم الانتاج كان زي ما هو لكن النوعيه اختلفت. نيجي للبيع. كمال اتلم على واحد ما عندوش ضمير، بقى يديله المتر مثلا ب 120 قرش ويطلع الفاتوره بجنيه ويحط 20 قرش في جيبه. لو حسبنا تكلفه المتر 90 قرش يبقى الربح 10 صاغ. طبعا ده ما يغطيش تكلفه الانتاج. انا لو منك ابيع المصنع. ابيعه ازاي؟ ما اقدرش ابيعه. لو كان ملكي لوحدي كنت بعته من زمان وخلصت من مشاكله، لكن نصيبي الاكتر فيه لعمتي، وعلى قد ما هي متمسكه بيه على قد ما انا كرهته وكرهت كل اللي بيربطني بيه. حاول تقنعها. ده انت لو بعته بالمتر مش كمصنع شغال هتعيش مالك وعمتك تعيش سلطانه. اسمع، انا اعرف شركه استثماريه ممكن تشتريه منك وتدفع لك فيه ملايين وبالعمله الصعبه. فكر وقول لي. طب والعمال اللي فيه؟ هيلاقوا شغل. اسمع كلامي، اللي عايز ينجح ما يفكرش في المسائل دي بشكل عاطفي، يشوف مصلحته فين ويمشي وراه. اذا كان المصنع ابتدى يخسر يبقى في النهايه هينقفل. اذا كان قلبك على العمال فالنهايه بالنسبه لهم واحده. بس انا مش سعيد بالنهايه دي. اللي عايز ينجح يفكر في البدايات القويه الجريئه. سلام. وانا كمان لازم اروح المكتب على اذنكم. مع السلامه. توفيق بيه ده مخه جبار، بيلاقي الحل المناسب في الوقت المناسب. وبيلاقي ايه كمان؟ بلاش خبص. انا مع اعجابي بعقله ما قدرتش احبه. عرض عليا الجواز اكتر من مره، فكرت لكن بيني وبين نفسي رفضت. طب ليه ما قلتلوش انك رفضاه؟ هقوله في الوقت المناسب. بصراحه انا مش عارف، هل من الاحسن ان اتنين بيفكروا بطريقه واحده انهم يتجوزوا بعض، ولا عشان هما كده جوازهم بيبقى فاشل؟ انت قادر، انت اتجوزت مرتين، مره كانت مقربالك في التفكير والتانيه بعيد خالص عن تفكيرك. ارجوكي ما تفكرينيش. اه لو تعرفي اللي انا عايش فيه. جو البيت اصبح لا يطاق. من يوم هشام معي وهي اتجننت، كرهتني كأن انا السبب. عايزاني طول النهار افضل قاعد في البيت، لا اخرج ولا اروح الشغل ولا اشوف حد. طول النهار افضل قاعد معاها ومع الولد وحابسين نفسنا في الاوضه. تصوري انت لما حد يدفعك انك تحب ابنك وتهتم بيه. طب ما انا طبيعي بحبه، ده ابني وكل يوم عند الدكتور. لكن لما احس ان حد بيدفعني لحاجه بحبها هكرهه واكرهها واعند اكتر. انا كده. ما انا عارفه انك كده. اه لو تفهمني زيك كده. انت بتطلب المستحيل. في ناس بتعيش وتموت ما تلاقيش حد يفهمك.
انت لقيت واحد؟ لا، لازم اروح المصنع. غيرت الموضوع؟ شجاعة وصبر. لو انت النهاردة مين هيصبر هشام على اللي هو فيه؟ مشوار العلاج هيطول ولازم نكمل المشوار. جاله منين ده؟ نام وقام كده؟ مش معقول. حالة اللي عنده ملهاش اسباب. حالة ايه؟ قولي يا ممدوح، قولي، ما تخبيش عليا. حالة نادرة، عمري ما سمعت عنها الا من الدكتور. بتخف؟ ايوه بتخف، ومش لازم نفقد الامل. وممكن ما تخفش. ليه بس نفكر في الوحش؟ اغلب الحالات بتخف بس بتطول شويه. شهرين اكتر. عشان كده انا عايزك تهدي وتحكمي اعصابك. لازم تقبلي الامر الواقع وتتعايشي معاه. طول ما في امل في الشفاء ولو بنسبه 50% لازم نصبر ونستحمل. انا عشان صبرت واستحملت كتير ولسه ممكن اصبر واستحمل اكتر، بس ازاي اطلب من ابن 8 سنين انه يصبر ويستحمل؟ ازاي اطلب من طفل لسه طالع للدنيا انه يصبر ويستحمل؟ مستحيل. ازاي؟ ازاي؟ يا بنتي يا امال الصبر بالله. انا لسه كنت عند هشام رايق وبيضحك وهادي، لو شافك بالحاله دي يجرى له ايه؟ هيجرى له ايه اكتر من اللي جرى له؟ رايق وبيضحك يا حبيبي، مش عارف ايه اللي مستخبيله. وبعدين بقى دي مش طريقة، دي ما بتنامش، حاسس بيها انا طول الليل. انا مش عايزة حاجة، مش عايزة. اسمعي الكلام، يلا يا ممدوح، لو نامت شوية هتهدى اعصابها. انام؟ انا واسيب هشام لوحده؟ ابوه يقعد معاه؟ اقعدي معاه انت يا عمتي، انا مضطر اسافر لبورسعيد. ارتاحي ارتاحي. يسافر؟ يسافر وابنه في الحالة دي؟ يسافر بعد ما عرف اللي عرفه؟ ممدوع عارف الحقيقه واتصدم قبل منك، بس ما رضيش يقولك. اتصدم؟ هو اللي اتصدم بيخرج ويسهر ويعيش حياته عادي وطبيعي؟ الراجل بيتحكم في اعصابه اكتر من الست. يتحكم في اعصابه في الشغل مع الناس، لكن لحد ابنه؟ خدي يا مال خدي. انت بتعملي ايه؟ كفايه واحده. مش كفاية، مش كفاية قرص. أنا عايزة أخد قرصين، ثلاثة، أربعة، يمكن أهدى، يمكن أنسى إني متجوزة راجل ما عندوش قلب. إنت يا واد إنت خدت على رقدة السرير. الدكتور جالك وقال إنك تقدر تتحرك وتمشي، بس بالعقل، يعني تروح الحمام، تزورني في أوضتي. ما أنا عارف، بس عارفة يا سوسن، لما بنزل من السرير ببقى متضايق، نفسي امشي زي زمان زي كده. الله اكبر، بكره تمشي زيها واحسن. عارف يا هشام، انا في يوم من الايام المكنه عورتني، كنت حتى كل ايدي. وبعدين كنت فاكر بعد ما اتعورت ان انا مش هقدر ارجع الشغل تاني، لكن قلت ان في رب وربنا وصانا بالصبر. وبعدين العلاج خد وقت طويل، لكن تعرف لو رجلي هي اللي وجعتني ما كانش همين. ما كانش همك؟ انا متضايق قوي. بالك لو رجلي هي اللي وجعتني كنت اقدر اكل واغسل وشي والعب دومنا وكوتشينه، ما هو الواحد طول النهار بيستعمل ايديه وبيستعمل رجليه كمان. لو الواحد عي حتى ان شاء الله بشويه برد هيرقد في السرير ما يتحركش، يعني ابسط مرض بيخلي الواحد يستعمل ايديه وما يستعملش رجليه. صح صح،
انا مره جالي انفلونزا قعدت في السرير اسبوعين. شفت بقى؟ لكن كنت بتقدر تستعمل ايديك، يبقى تحمد ربنا بقى ان ايديك مش هي اللي توجعك. الحمد لله. وبعدين كمل الحكايه، خفيت؟ وده السؤال يا سي هشام. طبعا خفيت وبقيت رئيس عمال، وانت ان شاء الله هتخف وتبقى رئيس فريق الاشبال في الكوره والسباحه والجري السريع كمان. امتى بس؟ امتى؟ الايام بتلف وتدور تمام زي مراجيح الهواء. ده السليم بيفضل سليم ولا العيان بيفضل عيان. فاكر لما كنت بتروح معايا المراجيح كنت بتبقى تحت وهوب تطلع تبقى فوق، وتبقى فوق وهوب تنزل تبقى تحت. صح يا استرادي، يا ما ناس كانت فوق نزلت تحت، وناس كانت تحت طلعت فوق. الدور ماشي يا ست شوق، فوق تحت مش مهم، المهم لو طلع فوق هيبص للناس ازاي، ولو نزل تحت هيحاول يطلع ولا يفضل مكانه ويقر على اللي طلع. انت فاهم الكلام ده؟ لا ولا انا. وما دام مش فاهمه يبقى اقوم احسن. خليكي معايا يا شمس. معلش يا هشام، اصلي لازم اروح النادي. باي. يلا يا هشام احضر الشنطه. حاضر. على فكره يا هشام هجيب لك هديه، انما ايه يا ابني؟ قوليلي ايه هي؟ لا دي تبقى مفاجاه، هقول لك عليها لما طنط هيام تجيبها من بورسعيد. كله تمام؟ تمام. سمسم انتي بتكلمي صح ولا بتضحكي على هشام؟ صحيح وصيتي هيام تجيب له هديه؟ ايوه صحيح. انتي فاكراني بكذب؟ لا، اصل ممدوح ما قاليش انه مسافر مع توفيق بيه وهيام. انا اللي اعرفه انه مسافر مع طنط هيام. مش معقول يسافروا هما التلاته، اكيد توفيق بيه هيستنى في مصر، هيسيبوا الشركة هما التلاتة في وقت واحد. مظبوط، لازم يسافروا هما الاثنين بس. ياه ده انا اتأخرت قوي، الشيلة في النادي من الساعة 2. سوسة في حاجة عايزة الفت نظرك ليها، ارجوكي ما تبقيش تقولي قصاد هشام انك رايحة النادي. انت عارفة ان روحه فيه كله مشكلته دلوقتي انه مش قادر يروح، فارجوكي تبقي تراعي الحتة دي. يو بقى اظن لو لقيتيه متضايق او زعلان هبقى انا السبب. خلاص بلاش اشوفه ولا اتكلم معاه خالص. انا ما اقصدش يا سوسه. ليه؟ ما انتي قبل كده اتهمتيني ان انا السبب في عياه. الله، كل الهدايا دي علشاني؟ طبعا يا حبيبي، هو انا عندي اغلى من هشام. وفي هدايا كتير كمان هتجيلك لما نسافر لندن. استني هنا، في كلام لازم تسمعيه. انا صحيح مقدره حالتك العصبيه اليومين دول، لكن ما اسمح لكيش تحت اي ظرف من الظروف انك تجيبي سيره بنت اختي على لسانك. ممدوح قال لي انك بتتهمين ان في علاقه بينه وبين هيام. تجننتي؟ اذا كنت عايزه تعيشي عيشي وانت محترمه صاحب البيت وعامل صاحب البيت اللي فتحت لك بيتها، بيتها اللي ما كنتش احلم انك تزوريها فيه زياره عابره. عيشي وانت حاطه في اعتبارك اني بنت اختي زي تمام، واذا مسيتيها بكلمه يبقى مسيتيني انا، واللي يمسيني بكلمه ما يقعدش معايا تحت سقف واحد. انت برضو مصمم ما سافرش معاك؟ الشغل اهم من ابنك، اهم من فرصه وجات انه يتعالج بره. انا فاهمك كويس وفاهم انت عايزه تسافري ليه. المشكله مش في علاج هشام، الحالة اللي عنده ممكن تتعالج هنا، أكبر دكتور في البلد بيعالجه. لكن أنت عاملة الولد حجة، لو كان الدافع عندك هو الأمومة أنا كنت احترمتك، لكن للأسف الدافع عندك هو الغيرة، والغيرة حقيرة كمان. ما تغلطش يا ممدوح، لو غلطت أنا كمان هغلط. أنت تجرؤي تغلطي؟ وما أجرأش ليه؟ أنت بالنسبة لي لا زوج ولا أب. وأنت بالنسبة لي لا زوجة ولا أم. ولا أم؟ ولا أم. لو كنت أم كنت في الظروف دي فكرت في ابنك وبس. عايز تسافر وتسيبني شهرين عايش انا وابني في وسط ناس بيكرهوني؟ لو مش عاجبك الناس دول روحي عند امك. انا لو رحت عند امي هاخد ابني معايا
ومش هرجع البيت ده تاني. مع الف سلامه. كده؟ طب قبل ما اسيب البيت ده انت كمان لازم تسيبني. انت طالق.